السلام عليكم. هذه صور جديدة لملعب عنابة، ويبدو أن الأشغال على مستوى الملعب راهي تطورت كثير، ويعني في تقدم مستمر، حيث أن نشاهد وضع يعني الألواح الإلكتروني، ويعني فيه يعني تحسن في الأشغال. أما مما يخص الأشغال المتعلقة يعني الباركينج، مركن السيارات والملحقات نتاع الملعب، فالأشغال ما عندناش معلومات يعني عليها، نكتفي بالوصف هذا، وإن شاء الله يكون فيها يعني تسارع يعني أو لا تدعيم يعني الفرق نتاع العمل، ليكون يعني الانتهاء على الأشغال في الموعد المحدد لها. والسلام عليكم.